أهلا وسهلا بكم وصباح الخير إلى هذه التغطية التي نغطي فيها المرحلة الثانية من الانتخابات وجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب التي تجرى في 9 محافظات مصرية، هي الجيزة والشرقية والبحيرة وسوهاج والمنوفية وبني سويف وأسوان والإسماعيلية والسويس. وتجرى هذه الجولة على مدار يومين تحت إشراف قضائي كامل يتنافس فيه 118 مرشحا، غالبيتهم من حزبي الحرية والعدالة والنور، على 59 مقعدا من مقاعد البرلمان. وكان معنا قبل قليل مشاهد من عملية الإدلاء بالأصوات من الشرقية وشبين الكوم، ومعنا من سوهاج محافظ سوهاج اللواء وضاح الحمزاوي. لواء وضاح، كيف تسير عملية الإدلاء بالأصوات اليوم في انتخابات الإعادة في المرحلة الثانية؟ الحمد لله، عملية الإدلاء بالأصوات بتتم بهدوء تام. الإقبال في الدائرة الأولى اللي هي الخاصة بالشمال إقبال متوسط، طبعا لأن فيها الإعادة على القاعدة الفردية فقط. وأما في المنطقة الجنوبية اللي هي الدائرة الثانية فالإقبال كبير، لأن فيها الإعادة على المقاعد الفردية، والانتخابات بتاعت القوائم اللي كانت مؤجلة من الأسبوع اللي فات للأسبوع ده. طيب، فيما يتعلق بتأمين الانتخابات، كيف توصفون عملية تأمين الانتخابات ومن الذي يشارك فيها؟ تأمين الانتخابات بيتم بواسطة القوات المسلحة مع الشرطة، وبتتم على أكمل وجه والحمد لله، والعملية ماشية على خير بإذن الله. السماح بالتصويت على مدار يومين، يعني إلى أي مدى هو مؤثر على نتيجة الانتخابات في هذه المرحلة في اعتقادك؟ هو لا تأثير على النتيجة، لكن التأثير على الحضور بيزود عدد القادرين، لأن لما يكون فيه فرصة متاحة على مدار يومين غير لما يكون فرصة متاحة ليوم واحد. نعم. طيب، فيما يتعلق بتأمين صناديق الاقتراع، كيف يتم تأمين صناديق الاقتراع؟ بيتم تأمينها بواسطة القوات المسلحة والشرطة، وطبعا بعد غلقها عن طريق القضاة اللي هم موجودين في جميع اللجان، وتشميعها وعمل الأختام عليها، وبيتم مراجعة قبل فتحها مراجعة على عمليات الغلق والفتح بواسطة القضاة المشرفين على العمليات الانتخابية. طيب، هل هناك أي لجان شعبية تشارك في تأمين الصناديق وفي تأمين العملية الانتخابية إلى جانب الشرطة ومجلس العسكري أو القوات المسلحة؟ لا لا لا، اللي بيقوم بالتأمين القوات المسلحة والشرطة فقط. فقط. بشكل عام، كيف توصفون إقبال الناس على التصويت في أول يوم من المرحلة الثانية في جولة الإعادة؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك ان عندنا في الدائره الاولى اللي هي الشماليه الاقبال اقل من الجوله الاولى، لكن في الجوله الثانيه في الدائره الثانيه عندنا الاقبال اكثر من الجوله الاولى. هل يتم لمندوبي المرشحين المبيت أمام الغرف الخاصة بالصناديق الانتخابية حتى صباح اليوم التالي؟ خارج الغرف، أمام نعم. خارج الغرف ممكن، لكن داخل الغرف طبعا لا. لواء وضاح، ما مدى ما رصدتموه من تجاوزات حتى الآن؟ لا يوجد تجاوزات بإذن الله لغاية دلوقتي، ولا إن شاء الله بعد كده هيكون في تجاوزات بإذن الله. وكيف تسير العملية تحت إشراف القضاء؟ هل تسير يعاني القضاة من أي مشكلات في هذه المرحلة؟ لا الحمد لله، لا المرحلة دي ولا المرحلة اللي فاتت عندنا في سوهاج كان في أي مشاكل أو أي معاناة للقضاة. القضاة بياخدوا اليوم كامل راحتهم وحريتهم، وهم اللي مسيطرين ومشرفين، وتعاون تام بينهم وبين القوات المسلحة والشرطة في عملية التأمين، وكمان المرشحين ومندوبينهم
تعاون تام مع القطاع. نعم. طيب هل يعني لاحظتم أي يعني باعتبار أننا كنا نتحدث منذ قليل عن مسألة التجاوزات، هل رصدتم أي تأثير من يعني جهات على الناخبين في الدوائر الانتخابية التي تقع في محيط منطقتكم لا خلال يوجد فترة اي الصمت؟ تاثير، نعم. وكل ناخب بيجي عارف ان هو هيدي صوته لمين، بيخش على الصندوق بيسرقش للحظات، بيخش يدلب صوته ويخرج على طول. نعم. إذن لواء وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. إذن معنا أيضا الصحفي من سوهاج أيضا طه الهوي. سيد طه أهلا بك وصباح الخير، ربما استمعت معنا إلى حديث اللواء وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج، كيف ترصد من ناحيتكم سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة؟ أحييكم من محافظة سوهاج، وبالفعل الجولة الثانية من الانتخابات هنا بمحافظة سوهاج جولة مشرفة جدا جدا فوق الممتازة. طبعا الفضل يرجع لرجال الشرطة العسكرية ورجال الشرطة المدنية في تأمين اللجان وتأمين إقبال الناخبين أمام الدوائر الانتخابية المختلفة الخمس هنا بمحافظة سوهاج للانتخابات الفردية وأيضا هل تساهم اللجان الشعبية في تأمين الانتخابات؟ هو طبعا العبء الاكبر على رجال القوات المسلحه الشرطه العسكريه وايضا رجال الشرطه المدنيه، اما اللجان الشعبيه فهي متواجده خارج اللجان وخارج المدارس، بالاضافه الى لجان المتابعات من المنظمات الحقوقيه المختلفه. اما داخل اللجان فيقع التامين على رجال القوات المسلحه الشرطه العسكريه وايضا رجال الشرطه المدنيه، لكن ما اود ان اشير اليه ان العمليه مشرفه جدا جدا، خاصه وان كل ناخب يقدم او يقبل الى اللجنه الانتخابيه يعرف تماما من هو المرشح الذي يودي له بصوته، لكن لاحظنا منذ الصباح الباكر اقبال فوق المتوسط للناخبين امام الدوائر الانتخابيه الخمس التي تجرى الاعاده فيها على 20 مقعدا، من هذه المقاعد 12 مقعدا لمرشحي الكتله والمرشحين المستقلين وثمانيه مقاعد لحزبي النور والحريه والعداله. الملاحظه ايضا التي رصدتها الجزيره مباشر مصر هو اقبال الناخبات بكثره في فتره الصباح ومعهم كبار السن وارباب المعاشات قبل خروج الموظفين من اعمالهم ومن مصالحهم والتوجه الى اللجان، فبالتاكيد سوف يكون هناك ازدحام، لكن كبار السن وارباب المعاشات فضلوا ان يقبلوا في الصباح الباكر. لكن المشهد الانتخابي هنا مشهد مشرف، مشهد نزيه. الدعايه الانتخابيه بعد الجوله الاولى يعني بذلت الكثير ويعني ادت الى اقبال الناخبين امام اللجان كما رصدناه منذ الصباح الباكر، لكن حتى هذه اللحظات لم يحدث اي تجاوزات رصدتها الاجهزه الامنيه او لجان المتابعه او اللجان الحقوقيه، لكن المنافسه ساخنه جدا جدا عندما نرى ان هناك ثمانيه مرشحين من حزبي النور والحريه والعداله و12 مرشحا من احزاب الكتله ومن ايضا المستقلين على المقاعد الفرديه، لكن الدائره الثانيه الجنوبيه التي كانت مؤجله منذ الجوله الاولى وكما اوضح اللواء وضاح حمزه ومحافظ سوهاج بالفعل هذه الدائره تشهد منذ الصباح الباكر اقبالا شديدا من الناخبين والناخبات، لاننا نعلم ان هذه الدائره تتنافس فيها قوائم احزاب المواطن المصري والحريه والعداله والاتحاد والفتره المصريه والاصلاح والتنميه والوسط والحريه والثوره المستمره والعدل والنور والمحافظين والسلام الديمقراطي والوفد والجبهه الديمقراطيه، اذا قوائم 14 حزبا سياسيا تتنافس في هذه الدائره على ثمانيه مقاعد مخصصه لهذه الدائره، وبالطبع المنافسه شديده جدا جدا في هذه الدائره، خاصه عندما نعلم ان على رؤوس هذه القوائم بعض مرشحي الحزب الوطني المنحل سابقا يترأسون او يعني يحتلون المراكز الاولى في هذه القوائم، وهم بالطبع يحرصون على ان يكون لهم تواجد تحت القبه
وهذه هي يعني عملية المنافسة الساخنة في هذه الدائرة. نعم. طيب يعني هذه الانتخابات أو هذه الجولة جاءت بعد حوالي 5 أيام من الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما تأثير ذلك على الأجواء العامة للناخبين؟ هنا بمحافظة سوهاج ما يحدث في القاهرة ميدان التحرير لا يؤثر هنا على وضع الناخب السوهاجي. الناخب السوهاجي في هذه الفترة يريد الهدوء، يريد أن يرى أعضاء مجلس الشعب بالفعل يعني يحملون الأمانة ويمثلون دوائرهم حيل تمثيل في هذه الفترة، ولذلك سوف نرى وجوه جديدة في هذه الانتخابات من المرشحين بمحافظة سوهاج يختلف عن الوضع السابق كثيرا. سوف نرى فئات متعلمة تطالب بحقوق محافظة سوهاج المهدرة، محافظة سوهاج التي كانت مهمشة في فترة سابقة، محافظة سوهاج التي تعاني من البطالة وإن الشباب السوهاجي من البطالة رغم الجهود التي يبذلها محافظ سوهاج اللواء وضاح الحمزاوي لتوفير فرص العمل، وهو بالفعل بدأ بذوي الاحتياجات الخاصة هنا بمحافظة سوهاج طالب بتوظيفهم، وبالفعل توصل إلى تعيين أكثر من 3500 من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. وهذه بادرة طيبة من اللواء محافظ سوهاج. نعم. طه اللهوي كنت معنا من سوهاج، شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى بني سويف، ومعنا من بني سويف محافظ بني سويف السيد ماهر بيبرز. سيد ماهر، ماذا تقول عن جولة الإعادة اليوم للانتخابات في مرحلتها الثانية؟ بدأت جولة الإعادة النهاردة من الصباح الباكر، وفي تقاطر للناخبين، ليست الأعداد الكثيرة حتى الآن، ولكن النسبة تقارب 8-9% تقريبا. واحنا لسه في بدء النهار، نتوقع يعني بعد انتهاء عمل الموظفين الحكوميين وبعد انتهاء الزراع في حقولهم انه يتم تواصل على اللجان الانتخابية وتتواصل العملية الانتخابية ان شاء الله. نعم. إذا الإقبال كما ذكرت يعني لا نستطيع أن نصفه بأنه حتى فوق المتوسط في بني سويف، باعتبار أن يعني مصر الآن تعيش أجواء يعني صباحية داخلة على مرحلة الظهر، يعني ربما تزداد نسبة الإقبال بعد قليل. طيب بالنسبة لعملية تأمين الانتخابات سيد ماهر، كيف تسير عملية التأمين ومن الذي يشارك فيها؟ الشرطة والقوات المسلحة عاملين تأمين شامل لكل المقرات الانتخابية وللطرقات المؤدية إليها لتأمين سير الناخبين ووصولهم إلى لجانهم. والتأمين الحياة كافي، ما جاتناش ولا بلاغ أو شكوى بخصوص تجاوز للحدود المخصصة لهم. إلى أي مدى يمكن لهذه الانتخابات أن تدعم أو تزيد من مساحة الثقة بين المجلس العسكري والأحزاب والقوى السياسية وأيضا الشعب الذي يعني يتوق في هذه المرحلة إلى الأمن والاستقرار سيد ماهر؟ والله هو طبعا يعني سير العملية الانتخابية طبقا بالمواعيد المحددة لها سلفا من السادة أعضاء المجلس العسكري، ده بيزيد الثقة إن المجلس العسكري مصمم على استمرار عملية انتخابية رغم الأحداث اللي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة. انما احنا لسه بنتكلم عن كان تظاهرات في منطقه القصر العيني من 5 ايام، ومع ذلك مرحله الاعاده بتسير في نطاقها الطبيعي ومواعيدها الطبيعيه وحرص كامل من كل اجهزه الدوله على انجاحها واستمرارها وصولا الى برلمان منتخب. كيف توصف المنافسه اليوم في بني سويف يعني بالنسبه للاحزاب المشاركه؟ هل هناك أي تغيير فيما يتعلق بالنتائج السابقة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية؟ في بعض اللجان، في بعض اللجان في جاب كبير بين المرشحين اللي دخلوا مرحلة الإعادة، إنما ده برضه ماهوش معيار، لأن الحقيقة في مجموعة من المرشحين خرجوا من الساحة الانتخابية، فالأصوات اللي كانت موجهة ليهم ما حدش يقدر يحدد هي هتروح لمين بالظبط، فده هو اللي هيحدده الصندوق. يعني دايما ليا مقولة بقول الصندوق هو اللي بيتكلم. هل نحن يعني لا نستطيع أن نحكم الآن؟ لازال الحكم مبكرا
حتى تظهر نتائج المرحلة الثالثة، أم أن المرحلتين السابقتين ربما حسما الموقف والنتائج النهائية أو التوجه المستقبلي لهذه الأحزاب؟ لا طبعا ما فيش حسم ان احنا نقول حسم بالنسبه، لان يعني النسب اللي هتكون في البرلمان القادم مش هتحسم الا من خلال انتهاء المرحله الثالثه وتحديد نسب القوائم والانتخابات الفرديه، هي اللي هتقدر تحكم بالظبط، هتكون حاكمه للاعضاء الاحزاب المختلفه وللمستقلين بنسب تواجدهم في البرلمان، انما في النهايه هيبقى ان المرشح اللي هينجح هيكون مصري في المقام الاول. مصر هي همه وهي هدفه، وثقة الناخبين فيه دي هتكون يعني مهمة ثقيلة، يعني لازم نعم، تكون أحلى من يحملها. ماذا تقول للناخب المصري اليوم؟ بدعوه إلى أنه هو يعني يسري التجربة الديمقراطية، وصوته يعني غالي عند كل المصريين وغالي في تحقيق مستقبل بلده، بدعوهم كلهم واحنا موفرين لهم الأمن للوصول للجنة الانتخابية، بدعوهم لتحديد إلى أين ستذهب مصر. نعم، إذا سيد ماهر بيبرز محافظ بني سويف، شكرا جزيلا لك. ومعنا من الإسماعيلية اللواء أبو الفتوح الورداني، مدير أمن الإسماعيلية. سيد أبو الفتوح، كيف تصف سير العملية الأمنية في تأمين الانتخابات في الإسماعيلية؟ بطمن حضرتك والساده المتابعين وجمهور الاسماعيليه، شعب الاسماعيليه الجميل المتحضر. العمليه الانتخابيه بتتم في امن وسهوله ويسر تماما، والمديريه بالاشتراك مع القوات المسلحه مفتاح الامن العام والامن المركزي عدت خطه محكمه تماما لتامين العمليه الانتخابيه، بدءا من مدينه صناديق الاقتراع في اللجان حتى بدء انتخابات الاعاده على الاربع مقاعد ابتداء من اليوم. القوات المتواجده خارج المراكز الانتخابيه بلغ عددها 199 مركز انتخابي، 371 مقر يشرف عليهم اشراف قضائي كامل، 371 قاضي. الخدمات النظاميه والمباحثيه، خدمات القوات المسلحه خارج المقر ما تتدخلش في العمليه الانتخابيه الا اذا طلب السيد المستشار او رئيس اللجنه الاستدعاء لسبب ما، ثم تعود الى مواقعها مره اخرى. وانه في خطه امنيه محكمه لنقل الصناديق من المراكز الانتخابيه الى اللجنه العامه، تشمل خطوط السير، كافه القوات المتواجده من الامن المركزي والقوات المسلحه والقوات المباحثيه بتشارك في نقل الصناديق لمقر اللجنه العامه في المجمع التعليمي لاجراء عمليه الفرز النهائي. في خطه محكمه اخرى لتامين اللجنه العامه اثناء عمليه الفرز لحين الانتهاء واعلان النتيجه. بعض الحركات الشبابية والنشطاء كانوا قد دعوا لإبطال الأصوات الانتخابية في الدائرة احتجاجا على ما وصفوه بالمخالفات التي تمت في عملية فرز الأصوات في الجولة الأولى، كيف تم التعامل مع هذه الدعوات؟ أي مخالفة يراها أي قوة من القوى السياسية أو مرشح في الانتخابات بتقدم للجنة العليا للانتخابات بوجهة نظره وما رآه أثناء عملية الفرز أو إجراء العملية الانتخابية. قوات الشرطة والقوات المسلحة لا تتدخل إطلاقا في عملية الفرز أو في عملية حصر وتجميع الأصوات. طيب، يعني القوات المسلحة مع الأمن المصري يتعاونان في تأمين الانتخابات بشكل عام، ماذا عن اللجان الشعبية؟ هل لها تواجد في أيضا تأمين هذه الانتخابات؟ لا، القوات المسلحة وقوات الشرطة بتنشرك تماما وقادرة على تأمين سير العملية الانتخابية بدءا من مبيت الصناديق زي ما قلت لحضرتك لحين انتهاء الفرد من اللجنة العامة لصناديق الاقتراع وإعلان النتيجة. نعم. طيب، هل لديكم يعني فكرة عن المؤشرات الأولية أو ربما الإقبال على بعض الأحزاب دون غيرها؟ هل يمكن أن تتوافق النتائج في نفس الاتجاه الخاص بالجولة الأولى؟ هي النتائج ينطبق على اوانه، حتى اول يوم في الاعاده النهارده وبكره
الكلام عن النتائج سابق عن اوانه الان، وجسريه شخصيه للناخبين، والصندوق الانتخاب بيعبر عن اراده الشعب واللي يختار الشعب. محدش بيتدخل لا من بعيد ولا من قريب. نعم. طيب في فتره او مرحله الصمت الانتخابي، هل رصدتم اي تجاوزات؟ مراداتنا الميدانيه وقيادات المديريه والقوات المسلحه ومرور السيد اللواء جمال امبابي محافظ الجسليه لم تسجل تمت مخالفه في الدعايه الانتخابيه، وفي صمت انتخابي تام، والتزمت كافه القوى والمرشحين تعليمات اللجنه العليا للانتخابات. ماذا عن الملصقات الدعائيه الخاصه بالمرشحين؟ كيف تعاملتم معها؟ بعض المحافظات تم التخلص من هذه الملصقات، ماذا عن الاسماعيليه؟ فعلا عقب الانتهاء الدعايه الانتخابيه قانونا تم التخلص منها وازالتها تماما، ومدينه الاسماعيليه والمراكز تظهر بصوره مشرقه وحضاريه، وتمكين الناخبين من الاقلاع بصوتهم بصوره مشرقه وصوره حضاريه وامان تام. نعم. إذا مدير أمن الإسماعيلية اللواء أبو الفتوح الورداني، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. وننتقل أيضا في الإسماعيلية إلى صحفي يسري محمد. يسري، كيف تصف العملية الانتخابية في جولتها الثانية الإعادة اليوم؟ نعم، العملية الانتخابية في الإسماعيلية هناك هدوء شديد جدا داخل معظم اللجان، هناك اقبال ما بين ضعيف الى متوسط في عدد كبير من اللجان الانتخابيه، هناك التزام بالفعل من جانب المرشحين الاربعه الذين يخوضون جوله الاعاده، بينهما مرشح الحريه والعداله الدكتور هشام الطولي الذي ينافسه على مقعد الفئات المرشح الوطني المحلي محمد غنام، فيما يقود مرشح حزب النور السلفي الشيخ محمد العواري جولة الإعادة على مقعد العمال، وينافسه عيسى زين العابدين وهو أيضا أحد قيادات الحزب الوطني المنحل. هناك بالفعل دعوات داخل مدينة الإسماعيلية لعدم التصويت أو إيصال معظم الأصوات بسبب المخالفات أو التجاوزات التي ارتكبت خلال الجولة الأولى من الانتخابات، والتي رفضت اللجنة العليا للانتخابات وأيضا رفضت محكمة القضاء الإداري الاستجابة لها. كان هناك سبعة قضايا أقيمت ضد اللجنة العليا للانتخابات لطلب وقت تنفيذ إعلان النتائج بسبب التجاوزات التي وقعت في الجولة الأولى، والتي كان أهمها تسريب مآس البطاقات التي كانت مختومة بختم شعار الجمهورية، والتي أيضا كان بها تصويت خارج لجان الفرز. وكان هناك ايضا عدد كبير جدا من الاعتصامات والاحتجاجات التي قام بها او قامت بها احزاب العدل والمساواه وايضا الوعي، وايضا قائمه الثوره مستمره بسبب هذه التجاوزات التي رفضت جميع السلطات داخل محافظه الاسماعيليه الاستجابه لها والتعدي لها. ايضا هناك بعض التجاوزات التي حدثت من جانب مرشحين الاسلاميين داخل اللجان وخارجها، كان هناك عمليات توجيه لعدد من الناخبين لاجلاء اصواتهم، لكن بشكل عام في هذه الجوله جميع هذه المخالفات قد اختفت، الا ان اهالي الاسماعيليه يصرون على مقاطعه هذه الانتخابات، ويتوقع ان تتراوح نسبه الاقبال اليوم ما بين 30 الى 40%، في حين كانت نسبه الاقبال في الجوله الاولى تزيد عن 70%. يعني هذه النسبة، ما نسبة مشاركة النساء فيها كما لاحظتم؟ هي النسبة ضعيفة، لكن هناك إقبال أو شبه يعني إقبال متوسط من جانب السيدات الأحزاب الإسلامية، هناك عدد كبير جدا من الإسلاميين أو السيدات الإسلاميين هم الذين توفدوا منذ الصباح على بعض اللجان، هناك يعني عمليات حشد تتم من جانب الأحزاب الإسلامية الأنصارهم في مركز التل الكبير وأيضا في قرية أبو صوير وأيضا في مدينة الإسماعيلية، فيما يركز المرشحين المتنافسين الآخرين على مدينة فايز وعلى مدينتي القنطرة شرق والقنطرة غرب للحصول على أصوات الناخبين هناك. بعض المحافظات شهدت تأخر في وصول القضاء أو تأخر في وصول أوراق التصويت أو حتى تأخر في فتح اللجان، هل شهدت الإسماعيلية أي نوع من هذا التأخير؟
نعم كان هناك بعض التأخير ولكنها كانت الحالات محدودة جدا، بعضها كان بسبب تأخر وصول المندوب الموقعين أنفسهم إلى اللجان. أيضا كان هناك يعني تأخر محدود لحتى معرفة بعض القضاة لأماكن اللجان خاصة في قرى البعيدة بمحافظة الإسماعيلية، وأيضا على القرى الحدودية التي تقع بين شمال سيناء والإسماعيلية. لكن بشكل عام نستطيع أن نقول أن معظم أو أغلب اللجان الانتخابية داخل مدينة الإسماعيلية فتحت أبواب التصويت في موعدها. عمليات التأمين بشكل عام كيف تسير؟ عمليات التأمين تتم من جانب القوات المسلحة التي تشارك بالجزء الأكبر في عملية التأمين. هناك حول كل لجنة على الأقل ما بين 15 إلى 20 جنديا، بالإضافة إلى تواجد أعداد محدودة من رجال الشرطة خارج اللجان. أيضا القوات المسلحة أيضا تقوم بعمل دوريات ببعض العربات المدرعة ذات الحركة الخفيفة، وهي معروفة لأهالي المحافظة ومطلوب عليها تأمين الانتخابات. هذه العربات تقوم بعمليات دوريات وتنشيط مستمر حول جميع اللجان داخل مراكز الإسماعيلية. نعم. إذا سيد يسري محمد، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، كنت معنا من الإسماعيلية. و استتصال آخر من السيد محمد خلف أيضا من بني سويف. إذا عودة مرة أخرى إلى بني سويف. محمد، كيف تسير العملية الانتخابية في بني سويف؟ نعم، تسير العملية الانتخابية في بني سويف بشكل جيد. الإقبال ضعيف منذ الصباح الباكر وحتى الآن، يبدو أن ارتباط هذا اليوم بكونه يوم عمل أثر على تواصل الناخبين وشبكتهم في اللجان، ولكن الامور تسير بشكل منظم وجيد، وان كانت هناك بعض الانتهاكات او المخالفات التي حدثت في ما نوع هذه الانتهاكات؟ يعني كيف توصف هذه الانتهاكات؟ ما زالت كما هي الدعايه. نعم، الانتهاكات ما زالت كما هي الدعايه ممارسه. كما تعلمين ان المناقشه في بني سويف الان تنحصر بين حزبين، الحريه والعداله والنور. الحزبان يقومان بالدعايه الانتخابيه امام اللجان منتهكين، ولكن ليس امام اللجان مباشره، حولها يقومون بالدعايه. وهناك مشادات حدثت بين انصارهما، اليوم حدثت مشادات امام احدى المدارس في مدرسه الصف المدينه بني سويف بين انصار الحريه والعداله والنور. الكل يريد الاستقرار بالناخب ويريد توجيهه باتجاه معين، لكن بشكل عام لم تزد الانتهاكات عن هذه المخالفات. ايضا هناك شكوى من منتقبات ايضا من عدم وجود سيدات لكشف عن شخصيتهن، لكن استطيع القول ان الامور الى الان ما زالت تسير بشكل جيد، ونحن في انتظار جوده لمحافظه بني سويف لمتابعه سير العمليه الانتخابيه. نعم، اذا الصحفي محمد خلف، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بني سويف. وننتقل الى اسوان، ومعنا السيد علي توفيق، الصحفي علي توفيق. علي، كيف تسير أجواء الانتخابات في أسوان؟ نعم، اللجان الانتخابية في أسوان تشهد حالة من الهدوء الملحوظ في الساعات الأولى من جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب، واختفت الطوابير التي كنا نشاهدها في الجولة الأولى. معظم اللجان افتتحت أبوابها في الساعة 8 صباحا بخلاف لجتين، وهما لجنة مدرسة الطناب الإعدادية ولجنة مدرسة الرديسية الثانوية الصناعية بإدفو، وذلك لخربت التصويت فيهما بسبب عدم وصول القضاء. القوات المسلحه والشرطه تتواجد بشكل مكثف امام اللجان وتقوم بتامين اللجان الانتخابيه بصوره ملحوظه، والامور تسير بطريقه طبيعيه. الدعايه الانتخابيه امام اللجان اختفت تقريبا، ولم نشهد توزيع اي دعايه امام اللجان. هذه جوله العاده في اسوان يتنافس فيها اربعه مرشحون على مقعدين، هم المرشح محمد العمده النائب السابق وهو فئات مستقل، والمرشح الثاني هو عبد الرازق حسن مرشح حزب الحريه والعداله فئات، والمرشح فرج الله جل الله مرشح حزب النور السلفي عمال، والمرشح محمد ابو العلا مرشح الحريه والعداله عمال. هناك انباء عن تحالف مرشح حزب النور بصفته الشخصيه مع المرشح المستقل محمد العمده ضد مرشحي حزب الحريه والعداله. ابناء مركز مصر النوبه يؤيدون بقوه المرشح عبد الرازق حسن لانه ينتمي الى النوبه، وهم ياملون ان يكون لهم نائب تحت قبه البرلمان في البرنامج القادم ان شاء الله. نعم.
إذا علي توفيق كنت معنا من أسوان، شكرا جزيلا لك. ومعنا اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان. سيد مصطفى، يعني بعد انتهاء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، يعني نكون قد انتهينا من الانتخابات في ثلثي المحافظات، نحن الآن نشهد جولة الإعادة للمرحلة الثانية، هل نستطيع أن نحدد اتجاه التصويت بناء على النتائج السابقة؟ لا، النتائج النهائيه طبعا هي صعبه، لان الحقيقه الاعاده النهارده في الفئات بين اثنين اصواتهم متقاربه، ولكن يمكن عندنا في فئات محمد العمده وفؤاد عبد الرازق. محمد العمده كان حصل في المرحله الثانيه الاساسيه 71,000 صوت، عبد الرازق 58,000 صوت، ولكن ممكن هنا تلاقي يحصل متغير. الحريه والعداله تتحد مع بعضها، العامل يدي الفئات وربطه مع بعض ضد محمد العمده، رغم محمد العمده ليه شعبيته وعبد الرازق ليه شعبيته خاصه في النوبه والحريه والعداله. فهنا صعب التكهن مين اللي ممكن فيهم ينجح. برضه في العمال في فرج الله ومحمد ابو العلا. محمد ابو العلا حريه وعداله، وفرج الله برضه اسلامي، يعني كان جماعات اسلاميه وداخل الانتماء مش لاي حزب، ولكن هو معروف ان هو اتجاهه اسلامي، فممكن الاثنين واحد منهم لازم هينجح والثاني مش هيوفق. ففرج الله كان 43,000 صوت، ومحمد ابو العلا كان 41,000 صوت، يعني قريبين من بعض. مين اللي ممكن ينجح؟ انا متصور ممكن ابو العلا يتفوق على فرج الله، ده تصوري الشخصي يعني. نعم. طيب بالنسبة للحركة، يعني حزبي الحرية والعدالة والنور، هناك من يرى أن انتخابات المرحلة الأولى تشير إلى أن هذين الفصيلين حصلا على ما يقرب من ثلث الأصوات، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب. نتائج المرحلة الثانية أيضا كشفت عن اتجاهات مماثلة مع ارتفاع جزئي لنسبة التصويت لصالح حزب النور. هل فعلا من المستبعد كما يرى هؤلاء أن تأتي نتائج المرحلة الثالثة على نحو مختلف؟ لا لا لا، اعتقد على نفس النهج برضه، ان المواطن شايف الحريه والعداله مكتسح في المرحله الاولى والثانيه وموفق جدا. يمكن المرحله الثالثه تتساوى مع المرحله الاولى والثانيه، لان برضه اعتقد لاسباب كثيره جدا، الاسباب اللي نجحته في المرحله الاولى والثانيه موجوده، ما زالت موجوده. يعني اسبابهم او نجاحهم في المرحله الثانيه او المواطن اعطاهم، العوامل اللي خلت المواطن في ال 18 محافظه السابقين يدي الحريه والعداله هيديهم برضه موجوده في الشارع او في التسع محافظات اللي باقيه. نعم. إذا سيدي الفاضل اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. ومعنا سيد كريم عبد المعين، وهو صحفي من السويس. كيف تسير أجواء الانتخابات في السويس سيد كريم؟ نعم، الأجواء في السويس حتى الآن هادئة، نسبة الإقبال متوسطة إلى حد كبير في معظم اللجان عكس ما شاهدته المحافظة خلال الجولة الأولى. كنا نشاهد في الجولة الأولى كثير من الطوابير أمام اللجان، خاصة اللجان الخاصة بالسيدات في حي الأربعين، لكن الإقبال متوسط. العملية الانتخابية تسير في معظم اللجان بهدوء كبير، لا يوجد أي تجاوزات باستثناء بعض الشكاوى الفردية من بعض الناخبين حول وجود أجهزة كمبيوتر قام بها مرشحو التحالف المصري، والذي يخوض الانتخابات على مقعدين في جولة الإعادة. لكن بشكل عام الوضع هادئ. الانتخابات في السويس تدور بين 4 مرشحين، منهم على مقعد الفردي تحديدا بين الدكتور محمد عادل مرشح الجماعة الإسلامية على قائمة تحالف من أجل مصر، والتي كانت تضم النور في الجولة الأولى، وبين عباس عبد العزيز مرشح الحرية والعدالة. أما على مقعد العمال فالمنافسة بين هاني نور الدين مرشح تحالف من أجل مصر مع مرشح التجمع عبد الحميد كمال. الأمور هناك عمليات تأمين واسعة يقوم بها الجيش الثالث
الميداني الذي يتولى زمام العملية عملية التأمين حول الانتخابات. هناك دوريات تقوم بالمرور حول اللجان. أيضا قام اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس بجولة على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر للاطمئنان على عملها جميعا. كان هناك بعض القضاء الذين يقوموا بالإشراف على العملية الانتخابية قد واجهوا صعوبة الوصول إلى محافظة السويس نظرا لقيام بعض الأشخاص بقطع الطريق من ناحية القاهرة ناحية مدينة بدر. قام هؤلاء القضاء بالوصول إلى السويس عبر الطرق المختلفة عن طريق محافظة الإسماعيلية وعن طريق العين السخنة. إذا كان هناك تأخير في وصول القضاء اليوم، هل شهدت إذا اللجان تأخيرا في لم تشهد اللجان تأخيرا حيث وصل القضاء في موعدهم، ولكن المشكلة التي واجهت بعض اللجان هو عدم وجود مندوبين للمرشحين، ولكن تغلب على ذلك الأمر هو قيام مرشح التيار الإسلامي بالدفع بعدد من المندوبين إلى داخل اللجان حتى يتم فتحها والإدلاء وقيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم. كيف تتم عمليات تأمين الصناديق إذن، وهل تشارك اللجان الشعبية قوات الأمن والقوات المسلحة في عملية التأمين؟ نعم، هناك دور كبير للجان الشعبية داخل محافظة السويس. اللجان الشعبية هي التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير والتي قامت بحماية المنشآت. اليوم أخذت على عاتقها أن تقوم بحماية اللجان الانتخابية وحماية الناخبين، أيضا حماية صناديق الانتخاب بالتعاون مع القوات المشتركة بين الجيش والشرطة. اللافت للنظر أن هناك كثير جدا من الأقباط يقومون أو انضموا إلى اللجان الشعبية حتى تتم الانتخابات بسهولة ويسر، على الرغم من أن جميع الذين تقدموا الترشيح أو الذين يخوضوا جولة الإعادة ثلاثة منهم من التيار الإسلامي كما ذكرت والآخر من التجمع، ولكنهم أكدوا في لقاءاتنا معهم أنهم دائما ما يبحثون عن مصلحة مصر بغض النظر عن أي شيء. قالوا أنهم كانوا حريصين أيضا في جولة الإعادة على ضرورة الانتشار في جميع اللجان الانتخابية. هناك تعاون بين كما ذكرت بين هذه اللجان الشعبية والتي تقوم أيضا بالتواصل مع قيادات مديرية أمن السويس، حيث هناك حلقة وصل بينهما حيث إذا كان هناك أي مشكلة فتقوم اللجان الشعبية بالانتقال إلى محل أو واقعة المشكلة حتى يتم تداركها بشكل سريع. ماذا عن مشاركة النساء وكبار السن في جولة الإعادة؟ نعم، هناك مشاركة من السيدات. أؤكد أن السويس خاصة في اللجان التي تضم ناخبات من محافظة السويس هي التي تشهد إقبالا مكثفا. قمنا صباح اليوم بالمرور على بعض اللجان خاصة لجان سامي البارودي وعمر مكرم. هناك سيدات كثيرة جدا، سيدات في وكبار السن أيضا قد توجهوا حريصين على ضرورة الإدلاء بأصواتهم. أكدوا أنهم جاءوا إلى صناديق الانتخاب من أجل أن يكون هناك برلمان منتخب يمثل جميع أطياف الشعب المصري. الوضع في السويس كما ذكرت هادئ تماما ونحن نتابع الأحداث أول بأول. كيف يعني تتعالى الآراء أو الأصوات في الشارع يعني السويسي فيما يتعلق بنتائج الانتخابات أو التوقعات أو القراءات في نتائج الانتخابات في المرحلة الثانية ومدى تأثيرها على النتائج النهائية؟ بالنسبة للتوقعات في النتائج فإن القوة بالنسبة للمرشحة التحالف تحالف من أجل مصر، حيث أنهما يعتمدان الدكتور محمد عادل وهاني نور الدين على الكتلة التصويتية الموجهة لهما في الصناديق في مواجهة عباس عبد العزيز وهو البرلماني سابق قدم أكثر من 20 استجوابا في مجلس الشعب، له كثير جدا من المواقف المحترمة البرلمانية تحت قبة البرلمان رغم ما قام بها النظام السابق من محاولة قمع الإخوان المسلمين. أيضا في المقابل يواجه هاني نور الدين ومرشح أيضا التحالف المصري
مرشح التجمع عبد الحميد كمال، وعبد الحميد كمال كان له صولات وجولات داخل أروقة المجلس المحلي للمحافظة، كان معارضا وبشدة. التكهنات أو التوقعات بالنسبة لسير العملية الانتخابية أو بالنسبة للنتائج بشكل خاص لا أحد يتوقعها، خاصة وأن التحالف الظاهر والواضح ما بين محمد عادل كمرشح للفئات وهاني نور الدين كمرشح للعمال على قائمة تحالف من أجل مصر. الساعات القادمة سوف تكشف هل سيستمر هذا التحالف أم سيكون هناك حسابات أخرى لدى الناخبين في الشارع السويسي. طيب، التحالف بين حزبي الحرية والعدالة والنور الذي بدأ في المرحلة الأولى من الانتخابات واهتز في المرحلة الثانية، يتوقع أن يتجه الحرية والعدالة إلى التحالف مع أحزاب ليبرالية أو ربما كان لها وجود على الساحة السياسية قبل الثورة مثل الوفد مثلا، ما مدى صحة هذه التوقعات؟ نعم، الحرية والعدالة وبالنسبة لحزبي النور والأحزاب المتضامنة مع حزب النور في قائمة التحالف هما الآن متنافسان. أما حزب الحرية والعدالة فهو يعتمد فيه على أساس على الكتلة التصويتية التي ستقوم من جماعة الإخوان المسلمين بالتصويت له أيضا ومن المؤيدين للجماعة. كان هناك عزم مطالب كثيرة جدا من أحزاب الوفد والتجمع وغير ذلك بضرورة أن يكون هناك تعاونا ما بين الحرية والعدالة والتجمع في مواجهة تحالف. لم يتم الإعلان عن أي تحالف بهذا الشكل إطلاقا، وقالوا أن الناخبين في السويس لهم مطلق الحرية والاختيار في اختيار المرشحين اللذان سوف يمثلوا شعب السويس، سوف يمثل شعب السويس داخل مجلس الشعب. نعم، إذن الصحفي كريم عبد المعين كنت معنا من